يلا شباب يا شباب على الاداء. كان شوط اول عظيم جدا بصراحه، انتوا مرضيين بالاداء وانا مبسوط بالنتيجه بصراحه. احنا بنبعد عنكم كلكم وانتوا استمروا يا جماعه في الابداع والاداء الجميل ده، وسيبوا لنا احنا الدوري. احنا غلابه، مش عايزين كره جميله ولا عايزين تيكي تاكا ولا عايزين اي حاجه. انتوا قدموا مباراه رتم عالي، وقدموا مباراه فيها تضييق مساحات، وقدموا مباراه تكتيكيه عظيمه، واحنا قاعدين مستنيين ان انتوا تتعثروا. عاش جدا والله، شكرا جزيلا ليكم يا جماعه ان انتوا ما خالفتوش توقعاتنا. والله مباراه جميله وكل حاجه، بس اهم حاجه بالنسبه لنا انكم تعثروا. لا وكان شوط اول عظيم جدا يعني الصراحه، يعني وكان شوط اول عظيم جدا جدا جدا. ليفربول قدر ان هو يبدا المباراه بدري بدري، وقدر ان هو يستغل خطا شالوبا عن طريق ساديو ماني. اول 10 دقائق ليفربول جايب جول، يا سلام على السيناريو الجميل. يورجن كلوب ما كانش يحلم ان السيناريو ده يحصل بالنسبه له، ان هو اول 10 دقائق في ستانفورد بريدج يسجل هدف، وبعد كده يلعب على المرتدات ومحمد صلاح يسجل الهدف الثاني في الدقيقه 30. لا 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 لا، واضح ان النهارده توماس توخيل هيتحط في الكورنر. توماس توخيل عنده مشاكل كتير، احنا اتكلمنا عليها في موضوع لوكاكو، واتكلمنا عن الغيابات، واتكلمنا عن ادوارد ميندي اللي هيروح كاس الامم الافريقيه وهيسيب له كبه وهيسيب له مشاكل كتيره موجوده في الفريق. فادوارد ميندي هو واحد من اهم الحجار في فريق تشيلسي. توماس توخيل ادوارد ميندي النهارده مان اوف ذا ماتش بالنسبه له. الشوط الثاني، الشوط الثاني تشيلسي ما كانش يقدر ان هو يسجل بقدر ما هو كان هيستقبل في الهجمات المرتده لولا تعلق ادوارد ميندي. فادوارد ميندي قدم النهارده جيم عظيم الشوط الثاني، ده غير طبعا ان صلاح ضحك عليه وغفله تغفيله حلوه في الهدف الثاني، بس صلاح حطها له بعيده قوي بصراحه، والهدف الاول صعب ان هو يطلعها. ميندي دايما هو قيمه ثابته في تشيلسي. الماتش الوحيد اللي ميندي عمله سيء من ساعه ما وصل تشيلسي هو مباراه ويست هام، شهاده لله يعني. غير كده مفيش. الماتش شالوبا النهارده اول غلطه تكون كارثيه، كريستيانسن وتياجو سيلفا عملوا مباراه كويسه. الناحيه الشمال اللي كان فيها ماركوس الونسو عمل مباراه كويسه جدا. نص الملعب نجولو كانتي، وكمان حبيبي الحب ده، بص يا باشا انا هنا عندي علاقه غرام مع ماتيو كوفاتيتش اللي بيقدمه كوفاتيتش جوه الملعب. كوفاتيتش بالنسبه لي واحد من اهم اللعيبه في تشيلسي. كوفاتيتش لما بيكون موجود اقعد له جورجينيو، اقعد له كانتي، مفيش اي مشكله. مش عارف في مشكله ما بيني وبين كانتي او كونتي. بص كانتي جورجينيو اي حد فيهم يقعد دكه لكوفاتيتش. كوفاتيتش حته لوحده خالص في نص الملعب. كوفاتيتش بيقدم عظمه حرفيا في شكل هجومي، وكمان في الوجبات الدفاعيه بيحاول على قد ما يقدر، وفي الالتحامات بيقدر ان هو ياخد، ولعيب في نص الملعب لا غناء عنه. لازم كوفاتيتش يكون موجود. كوفاتيتش في عز ما الفرقه ما بتعاني، وفي عز ما الفرقه مش لاقي مساحات، وفي عز ما الفرقه قدام ليفربول مش عارفه تروح ولا تضيع، وموسم مونت بيعاني، وكريستيان بوليسيتش اخطر فرصه بالنسبه له كانت قبل الهدف الاول بتاع فريق ليفربول اللي بيصدها حارس المرمى الايرلندي كريهارا. بص هو كريهارا ده من انمي برنس اوف ذا تنس. كريهارا بص هو حارس ليفربول الايرلندي اللي بيلعب النهارده بديل اليسون بيكر اللي اتضح ان هو عنده كوفيد، هو وجويل ماتب. جويل ماتب اللي غيابه النهارده كان مؤثر بصراحه، لان ماتب في حته، واللي بيقدمه ابراهيم كانوتي النهارده كان في حته ثانيه خالص. كانوتي واخد أسوأ تقييم النهارده هو وفابينيو. تخيل انت فابينيو كانوتي مقدمين مباراه سيئه، ده طبعا بجانب يعني العظمتين الكبار جوردن هاندرسون وجيمس مينر. وجوردن هاندرسون وجيمس مينر بيوضحوا لك فكره ان ازاي ليفربول رجع يستقبل لعب تاني بعد ما سجل هدفين في اول نص ساعه. الريتم العالي مش مناسب لنص ملعب ليفربول، ودي مشكله كبيره اتكلمنا عليها قبل كده بموضوع ليفربول، وان هو ما يقدرش يلعب ماتشات مفتوحه ويقدر ان هو يقدم 90 دقيقه فيها رتم سريع بنص ملعب فيه اتنين عواجيز زي جوردن هاندرسون وجيمس ميلنر. الموضوع صعب جدا جدا، وانك بتلعب قدام فرقه زي تشيلسي النهارده الموضوع كان صعب برده. يمكن كان في سهوله شويه انك بتلعب ضد باك يمين زي سيزر اسبليكويتا وقدامه موسم مونت، كنت ممكن تعاني لو في ريس جيمس ولو في هناك بن شيرول مكان ماركوس الونسو، علشان بن شيرول الفورمه الاخيره اللي كانت حاجه فوق العظمه، وقدامه هيكون في كريستيان بوليسيتش، ومفترض انه يكون في مهاجم غير كايا فيرتز، لان كايا فيرتز النهارده لا كان نافع مهاجم ولا كان نافع فكره ان هو ينزل يلعب تحته ويطلع مكانه كريستيان بوليسيتش. تشيلسي ما كانش قادر ان هو يخلق فرص كتير في اول نص ساعه، دي حقيقه. تشيلسي كان سيء قبل ما يسجل الهدف الاول عن طريق المدفع اللي عطاه ماتيو كوفاتيتش علشان تشيلسي يرجع، بعدها بدقيقتين يجي مسجل الهدف الثاني علشان خاطر الشوط الاول يخلص 2-2. شوط اول عظيم جدا 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 جدا. الشوط الثاني ليفربول ما كانش عنده غير حل واحد، العب على المرتدات زي اخر ربع ساعه. ليه؟ لان جوردن هاندرسون وميلنر مش قادرين خلاص، الريتم كان سريع جدا عليهم الشوط الاول، الشوط الثاني خلاص مش قادرين ان هم يادوا بنفس الكفاءه اللي كانوا عليها الشوط الاول. فمعنى كده ان انت هتكون مضطر تعمل تغييرات، وتغييراتك المفترض انك تحاول تطلع الاثنين،
ما تسيبش واحد جوه الملعب. بس طبعا جوردن هندرسون الكابتن فما ينفعش ان احنا نطلعه بره الملعب. فالطبيعي ان احنا هننزل نبي كايتا وكورتيس جونز مكان جيمس ميلر ومكان جوردن هندرسون. لا احنا نزلنا نبي كايتا في الاول واخرنا كورتيس جونز وقومنا شامبرلين نزلنا مكان جوتا ونلعب 4-4-2. طب هل ده كان مجدي؟ لا ما كانش مجدي، لان انت كان مفترض انك بتلعب على المرتدات وتقفل المساحات، وانك خلاص بعد ما تشيلسي ما عمل ريمونتادا عليك انت كنت خايف تلبس الهدف الثالث، فانت خلاص رجعت وقفت ورا. الناحيه الثانيه بقى تشيلسي ما كانش عنده حلول على الدكه تقدر انها تخلص الجيم. كالوم واتسون ودوري لسه راجع من الكوفيد، جورجينيو كان منزله عشان خاطر تشالوبا ما كانش شايف قدامه، فمفترض ان هو كان منزل جورجينيو عشان خاطر نحاول نغير في طريقه اللعب ونلعب 4 تحت ونحاول ان احنا يكون لينا ادوار هجوميه اكتر، لان تشيلسي بيلعب على ملعبه مفترض ان تشيلسي يطلع عامل سكور كويس او يطلع تشيلسي عامل نتيجه كويسه. يعني تشيلسي كان مفترض ان هو يلعب على المكسب النهارده اكتر ما يلعب على التعادل، لان التعادل قدام ليفربول في ستانفورد بريدج بيشكل لك مشاكل كتير، فانت مفترض كنت بتلعب على المكسب. تشيلسي التعادل ما فادوش كتير لا هو ولا ليفربول. ممكن ناس كتيره جدا تقول المباراه كانت عظيمه وتعبت على اجزاء بسيطه والمباراه، بس المحصله النهائيه بتقول ده استفاد ولا ده استفاد، وده هيعاني بعد غياب محمد صلاح وبعد غياب ساديو ماني، لان النهارده ساديو ماني ومحمد صلاح من اهم نجوم المباراه، والناحيه الثانيه من اهم نجوم المباراه في تشيلسي هو ادوارد مندي. ادعوا للقاره السمراء انها حقا ما انت احنا اللي يخليكم تلعبوا كره قدم جميله بصراحه. يعني من الاخر كده اب مكه جاب جون عالمي وساديو ماني جاب جون عالمي وادوارد مندي عمل تصدي عالمي قدام محمد صلاح، يعني من غيرنا بقى هتكون اتراب. وورونا بقى يا معلم ما هو قيمه دوركم الحقيقيه عندما يغيب عنه الافارقه، ورونا بقى هتبقوا عاملين ازاي، ورونا الدنيا عندكم هتبقى ماشيه ازاي. ولو انت معترض على الفكره بتاعنا بصلاح غيابه هيكون مؤثر هو ساديو ماني على ليفربول، فعايز اقول لك ان للاسف الشديد فيرمينيو عنده كوفيد، فتخيل انت خط هجوم ليفربول من غير صلاح ومن غير ماني ومن غير فيرمينيو، ده هيبقى ضحك للركب والله، هيبقى ضحك للركب. بس لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فبراحتك ابرو. تذكر دائما ان التعادل مش بيكون مكسب للفريق، بس تذكر دائما ان الكلام المحفله اللي هو تقفيل مساحات واعتماد على جبهات مرتده وجزئيات بسيطه لا ممكن يجيب معاك، بس تذكر دائما النتيجه هي المقياس. لو تشيلسي كان كسب كانت الناس هتنسى مشكله لوكاكو وان غير البروفايل وكتب عليه انتر ميلان او غير مش عارف ايه على فيسبوك وكتب عليه انتر ميلان، كان كله ينسى الكلام ده صح، كان كله هيقول ان توماس توخيل عظيم واخد قرارات عظيمه. عندما توماس توخيل لما تعادل النهارده هنبدا نتكلم معاه. ليفربول كانوا ممكن ينسوا موضوع صلاح وماني مع ان الموضوع صعب يتنسي لو ليفربول كسب، بس طبعا مش هينسوه. ليه؟ عشان خاطر ليفربول تعادل. شفت عايزين النتيجه اللي بتحرك كل الناس، هي دي الكوره يابا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش تذكر دايما برضو انك تعمل سبسكرايب في الحالتين سواء الفيديو عجبك او ما عجبكش، معلش يعني.